وخلال مؤتمر صحفي لها في العريش، أشادت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بالتعاون للجانب المصري في توفير وتسهيل المساعدات الإنسانية للفلسطينيين. كما أكدت أورسولا فون دير لاين على أن مصر تقوم بدور مهم في إرسال المساعدات إلى غزة، مشيرة إلى أنه لا بد من زيادة حجم المساعدات التي تصل إلى غزة، وأعربت عن شكرها لمصر على استقبالها الجرحى الفلسطينيين. وأيضا على توفير المعدات الطبية.